كأني فايت عليا قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو، كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضو اللي صممتي تيجي، ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبه. وانا اعرف منين يا فالحه ان هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاثنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك، قلنا لهم هلا والله نبغى نروح الكاهرة، راحوا جايبيننا على الكاهرة. أنا بقى مديت إيدي في صدري وديتهم 50 جنيه بحالها، ما عجبهمش بمباكوا معاي، ما سكتش، رحت مسيبة عليهم رجالة القهوة، وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح I'm a big fan. إيدي بقى حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ لا دي حاجة حلوة، يعني ان انا معجبة بيكي جدا و I'm in love with طريقة كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير، هو انت اول واحدة؟ لا يا اختي انا مش قادرة، انا جتتي بتوجعني ولازم انام، بقالي ليلتين ما نمتش، والخمرة بايتة في معدتي وعاملة لي انتفاخ هتموتني. قومي يا أبلة مين، تعالي يا حبيبتي لما ردعك ونيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا أختي قومي سندي عليا. آه هو أنا يا أختي اللي سندة عليكي ولا أنت اللي سندة عليا؟ أنت اللي سندة عليا عشان عصعصتك. آه يا أختي صحيح افتكرت. آه شريهين إحنا هنعمل إيه بقى مع عم دهب ده؟ أنا خايفة قوي، حاسة إن هو هيبعت لنا العصابة بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، إحنا أتفه من كده بكتير، يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقولك إيه؟ أنا اتفقت مع الواد هاني ظبط مع أصحابه، يأمنوا لنا البيت ويأمنوا لنا المنطقة كلها، أي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو أنتِ إزاي واثقة قوي في هاني وأصحابه كده إن هما جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انتي ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري يا شريهان ما تزعليش مني، يلا بقى مش هنحل كلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهان انتي ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني، تعرفي فين الفلوس؟ يلا الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي انت قدرتيني ونمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حتة وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة والارقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا ما بقتش فاهمه حاجه خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميله جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوه المانو بتاعته اللي هي العريحه ولا مظبوطه، والسيجار في ايده يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي، السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العذاره، السمر الحياره، الشقر لا البدارة. انت كده هتفقع لنا المراره، انجز. حاضر، العدد ده بصراحه دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين
نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة فعلا. ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه؟ شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة قوي قوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما تقعد تقول لي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. أنا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ أما الآن فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح إن هما بنتين، نيلي مكاوي وشرهان مكاوي، واضح إن هما يا إما أخوات يا قرايب، الله أعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على أي معلومة أخرى، لكن الشرطة بتحاول تستبصر أكتر وتعرف أكتر من شهود العين. كان معهم أيضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصية ضابط، وهو أيضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث أو الجريمة. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصورة عن اللي حصل اليوم ده، والشرطة بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على أي حد يلجأوا للشرطة مباشرة. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الإزازة دي في دماغه، وأنا اللي هيقرب مني هديب البوكس هخليه صابونة لوكس. يا سلام يا سلام، فينك المكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف أولادك وأحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي.